الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم خروف العيد، مخامات بسيطة وسهلة خالص. أول حاجة معانا فوم، ومعانا ورق أبيض أو ورق جرايد، ومعانا قطن، ومعانا ستان، ومعانا شيش علشان نعمل بيه أرجل بتاعة الخروف، معانا مقص، ومعانا خرزتين علشان نعمل عيون الخروف. أول حاجة هبدأ بيها، هجيب الورق الجرايد، اي ورق، ممكن ورق ابيض عادي او ورق جرايد، هطبقه بالشكل ده واعمله كور بالشكل ده كده. هحط الورقة كده، هحطها بطريقة عشوائية خالص. خلاص انا كده كورت الخروف بالشكل ده، بقى شكل الكورة. هجيب بقى بعد كده القطن، هعمله دواير صغيرة بالشكل دي او كور صغيرة بالشكل ده، هيبقى بكور صغيرة كده تمام. هجيب بقى مسدس الشمع واحط حتة شمعة واحط كورة وجنبها كمان حتة شمعة وكمان كورة وجنبها حتة شمعة وكورة بالشكل ده، واحط كده بقى تمام حتة شمعة وكورة حتة شمعة وكورة، ألفها بالشكل ده كله، ألف الكرة الكبيرة بالشكل ده كمان حتة وحط، هيبقى عندي بالشكل ده كده. أكمله بقى كله، هيديني في الآخر ملمس الفاصل ده، هيديني ملمس الخروف. خلاص أنا كده حطيت القطن كله، حطيت كل الكور بالشكل ده. بعد كده هجيب الشيش واقطع اربع رجول، واقطع اربع رجول قد بعض بالشكل ده كده، حوالي 10 سنتي. بالشكل ده، وهغلفهم بالستان. هجيب اول واحد واحطه كده، واجيب الستان اسود وأغلف بالشكل ده كده كده، لف الستان كده على الرجل، واسيب اخر حتة عشان خاطر ديت هيدخل منها في جسم بتاع الخرز، واجي اقطعه بالشكل ده كده، هعمل الاربعة بالشكل ده كده. خلاص انا كده خلصت اهو الاربع رجول، هجيبهم بقى واركبهم، اظبط الوش كده واركبهم قصاد بعض، ممكن ادخلهم كده تمام عشان انا عامله وشه كده، وادخل من ورا قصاده. خلاص انا ركبت اهو الاربع رجول تمام. بعد كده هجيب الوش، هجيب الوش هرسمه خالص بسيط خالص على الفوم. هاجي عامله خط كده مستقيم، وبعدين انزل بالوش دوران كده، وبعدين اجي عامله الاذن بتاعته كده وديت كمان كده بس كده، واجي قصاه. قبل كده هعمل العيون، هجيب شريط برشام فاضي واقص العيون بالشكل ده، واجي مطلعاها كده، واجي اقصها كده، وبحته شمعة صغيرة واحط فيها خرزة سودا بالشكل ده، وهلزقها على
الوش بعد ما اقصه، وهتبقى كده تمام. هجيب الوش اقصه. خلاص انا هنا قصيت الوش بالاذن بتاعته وهو بشكل الدوراني ده، وركبت له العيون بالشكل ده، وحطيت في كل واحده خرزه. لو انت ما عندكيش عيون جاهزه ممكن تعملي من اي شريط برشام باللي يناسب حجم العيون بتاعت الحيوان اللي انت بتعمليه تمام. انا هنا الخروف بعد كده هلزقه بالشكل ده كده. هجي ركبت ركبت بعد لما ركبت الوش اهو، خلاص بقى دلوقتي الخروف جاهز. لعبة جميلة للأطفال بمناسبة العيد، وكل سنة وانتم طيبين.